بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الكلمة بعنوان خصائص الشهيد وثقافة العطاء. لقد استشهد الكثير في سبيل الله وفي طريق الإسلام، ولكن شهداء غزوة بدر الكبرى لهم خصوصية على شهداء باقي الغزوات، لذلك يفرق العلماء بين شهداء بدر فمرتبتهم أرفع، لأن غزوة بدر كانت غزوة مفصلية، رسول الله أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد رمق السماء بطرفه في غزوة بدر، قال: اللهم إن نهزم اليوم لا تعبد بعد اليوم. إذن البدريون لهم خصوصية، ولكن ورد في الروايات أصحاب الحسين لا يقاس بهم أحد. إذن شهداء الطف أفضل الشهداء ولهم خصوصية، ومن بين شهداء الطف هناك خصوصية لقمر العشيرة أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن لعمي العباس درجة يوم القيامة يغبطه عليها جميع الشهداء. إذن أبو الفضل العباس له خصوصية، لذلك لا بأس بتناول خصائص أفضل شهيد وهو أبو الفضل العباس، وهذه الخصائص قد وردت في زيارة أبي الفضل العباس سلام الله عليه. وبما أن كوكبة شهداء الفداء 5 أو 6 حيث قد تقدمهم الشهيد مصطفى حمدان ثم قتل 5 في يوم واحد، فنكتفي بذكر 5 خصائص أو 6 وردت في الزيارة الشريفة. أول خصيصة: العبودية والصلاح. تقول في زيارة أبي الفضل العباس: السلام عليك أيها العبد الصالح. تشير إلى خصيصتين: الخصيصة الأولى العبودية لله عز وجل، الخصوصية الثانية الصلاح. منشأ كثير من المشاكل والكثير من الهم والغم الذي يعتري المؤمن الرسالي
هو أنه يرى نفسه شيئا، وأنه يستطيع أن يقدم شيئا بالاستقلال عن الله تبارك وتعالى. مثلا لو كنت زعيم حوزة وتوزع رواتب وتعتقد أنك أنت الذي توفر الرواتب، وجاء موعد الرواتب ولا يوجد شيء، فإذا كنت تعتقد أنك شيئا وأنك أنت الذي توفر هذه الأمور، ستعيش القلق والاضطراب والحرج. ولكن إذا كنت تعتقد أن مقادير الأمور بيد الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل قد من عليك وخصك بهذه الخصيصة وأجر الخير على يديك وجعلك ممن يلجأ إليه، فحينئذ لن تعيش الاضطراب أبدا. الكثير من المسؤولين والكثير من الرساليين يعيشون القلق إذا اعتقدوا أنهم شيئا وأنهم يستطيعون أن يقدموا شيئا. يقول أبو الفتوح السيد روح الله الموسوي الخميني أعلى الله مقامه الشريف، صل على محمد وآل محمد، منشأ الكثير من المشاكل هو أن الإنسان يرى نفسه شيئا، والحال أنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ذبابة، أو إذا غص أو شرق لا يستطيع أن يدفع عن نفسه البلاء. لذلك تكمن هنا أهمية وخصوصية العبودية. كلما تعمقت العبودية في وجدان المؤمن وفي قلب الموالي، كلما زادت شدته في ذات الله، كلما هانت عليه المصائب. إذن أول صفة وخصيصة من خصائص الشهيد النموذجي العبودية والصلاح. إذا تتأمل في تاريخ أي شهيد تجد سمة العبودية من جهة والصلاح من جهة أخرى بارزة في محياه الطيب. الخصوصية الثانية الطاعة لله والقيادة. تقول في زيارة أبي الفضل العباس السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين. من أبرز سمات وصفات وخصائص الشهيد النموذجي الطاعة لله والانقياد لأولياء الله. طاعة القيادة الحقة والصحيحة من أبرز سمات الشهيد النموذجي، وهذا ما تميز به شهداء الفداء في البحرين. التفوا حول بيت الشيخ القائد سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، ولم يكن دفاعهم لشخصه فقط، بل كان دفاعا عن مقام المرجعية الدينية والقيادة الإسلامية، وهذا ما ميزهم. إذن هذه ميزة وخصيصة مهمة جدا في أي مؤمن، وخصوصا الشهيد الرسالي، أن يكون مطيعا للقيادة.
أضرب لكم مثالا، كان بعض تجار العصابات الكبار في منطقة كرمان من تجار المخدرات، ولم يستطيعوا أن يمسكوا زعيم العصابة، ولكن في يوم من الأيام أمسكوا زعيم العصابة وأودعوه السجن. فجاء الشهيد القائد قاسم سليماني قدس الله نفسه الزكية إلى الإمام القائد السيد علي الخامنئي أعزه الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال له السيد القائد: كيف أمسكتموه؟ فقال: اتفقنا معه على المباحثات والمفاوضات واعتقلناه. فقال الإمام الخامنئي: إذن تطلقوا سراحه فورا، لأنكم اتفقتم معه على المفاوضات والمباحثات ولا يليق بكم أن تعتقلوا، قد أعطيتموه الأمان فكيف تعتقلوه؟ جاء الشهيد القائد قاسم سليماني بنفسه إلى السجن وأطلق سراح زعيم العصابة. زعيم العصابة تعجب، قال: سنين أنتم تطاردوني، الآن في هذه اللحظة تطلق سراحي؟ قال: نعم. جاء أمر القيادة، طرحت الموضوع على الإمام القائد الخامنئي فقال: ما دمتم قد أعطيتموه الأمان أطلقوا سراحه، وأنا أمتثل أمر قائدي، نريد أن نطلق سراحه. فكان هذا سببا في هداية هذا الرجل، قال: هذا قائدكم؟ فتغير حاله. السمة الثالثة والصفة الثالثة من صفات الشهيد النموذجي، تقول في زيارة أبي الفضل العباس: أشهد أنك مضيت على بصيرة من دينك. إذن السمة الثالثة البصيرة في الدين، والبصيرة غير البصر، البصر يكون للنظر الحسي، والبصيرة تكون للنظر المعنوي. الله عز وجل إذا من على عبده فتح عين البصيرة في قلبه، كشف له حقائق الأمور. من أبرز سمات الشهيد النموذجي أنه صاحب بصيرة. مثلا تحصل فتنة، الناس في حيص وبيس، تجده الأمور عنده واضحة كما يراك. في ليلة العاشر من المحرم جاء شمر بن ذي الجوشن وصرخ: أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ فخجل أبو الفضل العباس، كان مع الحسين، أطرق برأسه، فقال له أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أجبه وإن كان فاسقا. فخرج له أبو الفضل العباس، قال: يا أبا الفضل، جئت لك بالأمان من الأمير، أنت وإخوتك، أنتم الأربعة في أمان. فماذا كان جواب أبو الفضل العباس؟ قال: لعنك الله ولعن أنا أمانك، ألنا الأمان وابن بنت رسول الله لا أمان له؟ هذا الجواب يكشف عن بصيرة أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. الخصيصة الرابعة الاقتداء بالصالحين، تقول هكذا في زيارة أبي الفضل العباس: أشهد أنك مضيت على بصيرة من دينك مقتديا بالصالحين. إذا تتأمل في حياة الشهيد النموذجي تجده قد تأسى واقتدى بالصالحين.
بعض الناس قدوتهم ممثل، مهرج، ولكن الشهيد النموذجي تجده يتأسى بالأنبياء والأئمة والصلحاء والقادة الرساليين. الخصيصة الخامسة والأخيرة من خصائص الشهيد النموذجي وخصائص أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، تقول في زيارته: أشهد أنك لم تهن ولم تنكل. إذن الصفة الخامسة الثبات. من أبرز وأهم صفات الشهداء والقادة العظماء الثبات في المعركة. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حينما أقبل الجلاوزة لاقتحام منزل سماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم، أطلقوا الرصاص ظنا منهم أن الناس سيتراجعوا، ولكن الشهيد القائد مصطفى حمدان تقدم فأصابته الرصاصة. إذن من أهم صفات الشهيد النموذجي الثبات والجرأة والإقدام. وبعد الاطلاع على هذه الصفات الخمسة، نسأل هذا السؤال: ما هو منشأ هذه الصفات لكي نتحلى بها؟ وما هي الأمور التي تعمق هذه الصفات فينا؟ فمثلا إذا أردت أن تصبح عالما فهناك طريق لتحصيل العلم، وهو الدراسة في الحوزات الدينية. فكل من أراد أن يصبح فقيها أو عالما فهناك طريق ووسيلة للوصول إلى الفقاهة والعلم، وهي الدراسة في الحوزة العلمية. وهكذا كل من أراد أن يصبح شهيدا وأن يصبح مشروع شهادة فهناك أيضا طريق للشهادة، إنه أن تعيش حياة الشهداء. لذلك الشهيد الذي قد مضى عن هذه الدنيا، إذا تأملت في حياته وسلوكه قبل استشهاده ستكتشف أنك كنت تعيش مع الشهيد الحي. الشباب الذين كانوا قد تحصنوا واعتصموا أمام منزل سماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم وعاشوا مع الشهداء الشهيد مصطفى حمدان، ثم الكوكب الخمسة الشهيد محمد حمدان، والذين ابتدأوا بالشهيد محمد كاظم وانتهوا بالشهيد محمد عبد الكريم العكري. هؤلاء الشهداء من عاش معهم يدرك جيدا أنهم كانوا يعيشون واقع الشهادة قبل أن يستشهدوا. فما هي الأمور التي تسهم في بناء ثقافة الشهادة؟ وكيف يعيش الإنسان حياة الشهداء قبل أن يبلغ هذه المرتبة العظيمة؟ إنها ثقافة العطاء. وفرق كبير بين ثقافة العطاء وثقافة الأخذ. بعض الناس ألف مبدأ الأخذ: أخذ الراتب، أخذ القرض، أخذ الشهادة، أخذ الأثاث، أخذ أخذ أخذ. إنه دائما يعيش في عالم الأخذ. ولكن البعض الآخر قد ربى نفسه على صفاء
صفة العطاء، أتصدق، أساعد الفقير، أؤدي الحقوق، أعمل الخيرات، الصدقات الجاريات. من يعلم نفسه ثقافة العطاء ويحاول أن يقلل ثقافة الأخذ سيكون شخصية نموذجية. حتى أن بعضهم جاء بنكتة من وحي هذه العادة، يقول: غرق أحدهم في بركة، فجاء أحد لإنقاذه فقال له: أعطني يدك. قال: لا أعطيك يدي. قال له: ناولني يدك. قال: لا أسلمك يدي. قال: إذن خذ يدي. فأمسك يده، لأنه ألف لفظ الأخذ وثقافة الأخذ، وغفل عن ثقافة العطاء. أيها الإخوة، أيها الأحبة، من يتعود ثقافة العطاء سيجد هذه اللذة العظيمة. هل تعلمون أن من تعود على العطاء يتعلم يعطي، يساعد الفقراء، يبذل الأموال؟ إذا يوم من الأيام أراد أن يعطي ولم يتوفر لديه المال، فإنه يتألم أكثر من الشخص الذي تعلم الأخذ، وحينما جاء لأخذ الشهرية والراتب لم يحصل عليها، لأن لذة العطاء أعظم بكثير من لذة الأخذ. فلنعلم أنفسنا ثقافة العطاء. كل ما تعلم نفسك، اتعلم ابنك منذ نعومة أظفاره أن يتصدق، أن يعطي، أن يقدم، أن يبذل. وهذه ثقافة مهمة حتى في الدعاء. التفت إلى أدعيتك، خصوصا عندما تزور المعصومين عليهم أفضل صلاة المصلين، ماذا تقول عند قبر المعصوم أو حينما تستقبل القبلة؟ إذا كنت تقول كل تريد تأخذ: يا ربي أعطني زوجة، أعطني أولاد، زوج أولادي، أعطني إدارة، أعطني مسكنة، أعطني مهنته، هذا جيد أن تطلب من الله، هذا جيد. لكن أن تعتاد على الطلب فقط، أن تعتاد على الأخذ فقط، هذه ثقافة إذا اقتصر عليها من دون أن تضم إليها ثقافة العطاء، هذه ثقافة تكون غير جيدة. لاحظ كيف تدعو إذا تريد تعطي أو تريد الله يأخذ منك، تقول هكذا: يا الله خذ مني صفة الرياء، أزل من قلبي الحسد، أزل من قلبي الشحناء والبغضاء، أزل من قلبي الهم والغم. إذن أنت تطلب من الله أن يأخذ منك وأن يزيل منك، هذا فارق. أكثر الأدعية: إلهي أعطني، إلهي أعطني، إلهي أعطني، إلهي أعطني. نحتاج إلى أدعية: إلهي خذ مني، إلهي خذ مني، إلهي خذ مني. وهذا ما يقودنا إلى الفرق بين ثقافة الزاهد والعارف. الشهداء أيضا درجات، بعض الشهداء زاهدون وبعض الشهداء عارفون. لسان حال الزاهد: إلهي قد تركت الدنيا فعوضني في الآخرة. إذن هناك مقايضة، الزاهد يقول: إلهي قد تجنبت ملذات الدنيا فعوضني بطيبات الآخرة. فلسان حال الزاهد: إلهي قد اجتنبت فعوضني، إلهي قد تركت فعوضني. ولكن لسان حال العارف
إلهي قد أعطيتني فخذ مني. وهذه صفة عظيمة. انظروا إلى كلمات سيد الشهداء أبي الأحرام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه في الأبيات التي تنسب إليه أو تذكر على حاله: تركت الخلق طرا في هواك. لم يقل تركت الخلق طرا لكي تعوضني بالولدان المخلدين في الجنة، أنا تركت الخلق ليس في مقابل عوام، حبا لك لا أريد شيئا سواك، تركت الخلق طرا في هواك. وأيتمت العيال، هل قال لكي تعوضني بالولدان المخلدين في الجنة؟ قال: وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني. إنها ثقافة العطاء، كلما ساد في الأمة ثقافة العطاء بجناحيها قيادة العلماء ودماء الشهداء، كلما توفر العلماء على ثقافة العطاء وتزودنا بدماء الشهداء النابعة من ثقافة العطاء، فإن مجتمعنا وأمتنا ستكون أمة نموذجية تحتذي بها الأمم. الرحمة والرضوان لشهداء الفداء الذين سطروا بدمائهم الزكية ملاحم من نور، وسيبقون نموذجا للأجيال. في إيران الشاه أعدم الشهيد نواب صفوي وشهداء فدائيان إسلام، وتصور أنه قد أخمد حركتهم، وهكذا أقدم على قتل العديد من الشهداء ومن الأبرياء. ولكن هذه الدماء لها بعد تراكمي قد أسهمت في سقوط نظام الطاغوت الشاه المقبور، وجاءت الثورة الإسلامية في إيران نتيجة تراكم دماء الشهداء ونتيجة تراكم جهود العلماء منذ ثورة العشرين وثورة التنباك وثورة المشروطة وصولا إلى ثورة أبي الفتوح السيد روح الله الموسوي الخميني أعلى الله مقامه الشريف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم، ونسأل الله أن يوفقنا للثبات على الدين، وأن يوفقنا للسير على خطى الفقهاء والمرجعية الدينية وحفظ دماء الشهداء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، إنك أنت العزيز الحكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.